مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم سولوا الناس على قناتكم شوف تي في. بمناسبه عيد المراه واللي فيه كنكرموا المراه المغربيه على المجهودات ديالها، اليوم نزلنا الشارع المغربي باش نسولوا الرجال واش تقدر تعيش بلا مراه. اجيو نشوفوا الاجوبه ورجعوا لكم. صراحه لا، والصراحة بلا يعني احنا رجال بلا المرأة ما نقدروش نستمر في الحياة. المرأة الصراحة يعني كتجمعنا بزاف ديال الحوايج، يعني يعني كتبدل الراجل أول حاجة، يعني في الراجل فاش قبل ما يتزوج ومن بعد كيتزوج يعني كتردو يعني راجل، وصراحة كيكون الراجل غير هي كتبدلو مثلا بزاف ديال الحوايج وين كتهلا فيه وكتخاف عليه. والزوجة يعني ضروري في الحياة، يعني هي ربت بيت ويعني كتخرج لك يعني كتربي لك أسرة، يعني يعني كتخرج لك واحد الجيل يعني ما شاء الله. يعني نقول لك أنا يعني ما نقدرش نعيشو بلا المرأة صراحة. أنا كلمة واحدة اللي نقول كل عام ولا لا بخير. لا ما يمكنش، ضروري لا بتاع المرأة هي ضروري في الحياة ديال الإنسان، ضرورية الانسان لما كانت المراه الحياه هي اللي كتعاون الرجال في جميع الدار فهمتي، وكتكون تساعده في الدار بزاف فهمتي. وراه هي المراه لما كانت كل شيء، المراه هي راهي المجتمع. الانسان اللي كانت المراه اللي كانت مزيان هي زعما في الحياه في الانسان ضروري، الانسان ضروري هذا غيجي واحد الوقت غيتزوج ويدير وليدات فهمتي، هذه هي الحياه ديال الانسان ضروريه. ما يمكنش، المراه راه بحال هكا هي سبب الوجود ديالنا، من اسباب الوجود ديالنا المراه، هي الام ديالنا، هي الاخت ديالنا، هي من قبل ما تكون الزوجه ديالنا. ما يمكنش كون حتى المراه ما تقدرش تعيش بلا الراجل، يعني في فيغس فيغ كما كيقولوا هكا وهكا. لا ما كاينش الراجل يقدر يعيش بلا المراه ضروري. علاش؟ ايوا المراه هي سنه الحياه، مني انا وجبد المراه هي سنه الحياه، ضروري الانسان يعيش حياته، يعيش مع الزوجه ديالو. يعني ما يمكنش الانسان يعيش بلا مراه، والمراه وكذلك المرأة كتكون الإنسانة مزيانة وصافي. السؤال ديال واش ممكن تعيش بلا مرأة كيخلي بأنه الرجل هو المحوري في الحياة، بمعنى أنه المرأة شيء مكمل. بالنسبة لنا الحياة قائمة على المرأة والرجل، ما كاينش واحد من هادو راه هو محور الكون. المرأة والرجل حتى خدي حتى الأشياء في الطبيعة. شوف كاين واحد القولة ديال ابن خلدون كيقول لك الناس من بدوين ومن حاضرتين بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. لا يمكن لا يمكن لا لا, لا يمكن أنك تعيش بلا مرأة، لا طبعا لا يمكن أنك تعيش بلا مرأة، ولا يمكن عاوتاني المرأة أنها تعيش بدون رجل. المرأة هي عماد المجتمع، المرأة هي أمي، هي أختي، دونك ما يمكنش الإنسان يعيش بدون مرأة. وسنة الحياة غاية عاوتاني تبقى على حسب المفهوم الحقيقي ديال المرأة والدور ديالها في المجتمع، بحال كاين الرجل بحال كاين المرأة، غاهو تيبقى الإختلاف في المواقف والأعمال. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وكما شفنا ان جميع الرجال قالوا انهم ما يمكنش يعيشوا بلا امراه، سواء الاخت او الام او الزوجه، لان هي كتبقى عماد المجتمع. وصلنا الى نهايه الحلقه، شكرا لكم.